السلام عليكم البنات، اليوم بغيت نتقاسم معكم المشتريات ديال بنتي ديال المدرسة. هاد العام ان شاء الله غادي يدخل القسم الاول بعد ما دوزت 1 سنين ونص في لاكريش. هذا هو النظام اللي دايرين هنا في الالمان، كتدخل على 3 سنين لاكريش وكتبقى 3 سنين ولا 3 سنين ونص على حسب فاش غادي توصل 6 سنين او 7 سنين كتدخل المدرسة. دابا كما وريتكم من قبل الحفله اللي داروا ديال لاكريش، دابا راها سالات ودابا ان شاء الله غادي تدخل المدرسه. غادي نتقاسم معكم المشتريات اللي خديت لها. اول حاجه نبداو بالمحفظه. هذه المحفظه هذه كما كتشوفوا معايا، هي هذه خديتها من المغرب. هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد المحفظه هذه خديتها من المغرب، في الحقيقه زوينه بزاف، عجبتني انا وسابنتي عجبتها لان هي من المحبين ديال هاد لا غين دو نيج. المهم عجبتها بزاف، وهي هادي كيفاش شفتها يعني حتى الثمن كان مناسب. هانتوما كما كتشوفوا الشنطه كبيره بزاف، من هنايا عندها باش كتهز. هانتوما هنايا يعني دايرين لهم هنا البونش باش ما كيضروش الظهر، وعندهم هنايا الروايد باش كتجرها الا كانت ثقيله. هانتوما كتشوفوا عندها 3 د الروايد، حقيقه زوينه. هانتوما كي كتحل هكا يمكن لك تجرها بهذا الشكل هذا. ممكن تهز بزاف. اول حاجه كاين هاد الجويب هذا، انتما كما كتشوفوا معايا كما قلت لكم عندها جياب بزاف، عندها 1 2. انتما هذا كيفاش داير، هذا تاهو فيه سنيسله كبير، انتما كيجي هنا بحال لا دروس. كاين هاد الجيب هذا انت فيها التصوير هذه، وهنايا فيها واحد لا بغيونس زوينه يعني مصبوغه مزيان، ما تخافوا انها تقشر ولا شي حاجه، واخا تفزق بالماء. وهنا جايه بومبي، يعني هانتوما كما كتشوفوا هنا جايه بومبي، ماشي جايه غير تصويره لاصقه، يعني فاش كتقيس فيها كتلقى الشعر مطراسي هكا. هانتوما كما كتشوفوا النيف، العنق مطراسي، الوجه هانتوما كلشي مطراسي هنايا، وكلشي زعما فيه ما تخافوش انها تقشر ولا شي حاجه. فيها قلنا نجيب الاول الثاني نجيب الثالث، ها هويا هانتوما كبير يعني يمكن تقسم الادوات ديالها. وجيب هنايا الرابع، هذا هو الجيب اللي كبير بزاف، هنا يمكن دير شوفوا شحال غريق شتي، هانتوما كبير بزاف، هذا يعني يهز كلشي. المهم هاد الشكاره في الحقيقه عجبتني بزاف. وشنو معاها؟ هانتوما كما كتشوفوا معاها هاد الشكيره هادي اللي صغيوره كتهز هكا، هاد الجديده شوفوا كي دايره، تا هي فيها نفس لي موتيف اللي دايرين في داك الشكاره الكبيره دايرينها هادي الصغيره. هانتوما شوفوا كي زعما عجبتني بزاف، تا هي بحال ماشي غير مرسومه، ماشي غير تصويره لاصقه ولا بلاستيك ولا، يعني الوجه ديالهم تا هما مطراسي كما هاد الشكاره هادي الكبيره. هانتوما شوفوا كي دايره الالوان ديالها، هنا في هذاك الشيء كبير كتقيس فيه كتلقى حرش من هنايا. هانتوما تشوفوا كي دايره، عندها عاوتاني باش كتعلق، هذه الا بغيتي تعلقها ديرها على كتافك، فيها عاوتاني باش كتنقص وباش كتزيد. يمكن لك مثلا صلحتها للصفر، اسمحوا لي كنصور بيدو كان. هانتوما الا كنتي مثلا هذه قلت انا غنخليها للصفر، انا دابا نقول لكم علاش. الا بغيتي هانتوما شوفوا كي كديروا لها، كتجيو هاد البلاصه هذه وكتخشيوها هنايا هلفني بيتا. المهم كتخشيوها في داك الجديده وكتجروها مع 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 داك الشنيطه هذه. انا غادي نخليها غير الصفر، ولا كاين الا مشات شي خريجه خفيفه، ولا الا مشات عند الجده ديالها مثلا تبات عندها تدي الحويجات ديالها وتدي المسائل ديالها، تدي الطابليت ديالها، تدي البوبويات اللي كتلعب بيهم. المهم هذا كيجي اونصومبل، هانتوما الكارطابل الكبيره والكارطابل الصغيره
هادي يمكن لها تمشي مثلا بها لاكريش، لين عندكم شي بنيه تمشي لاكريش كديرها في قريعه د الماء، داك البوكس اللي كدير فيه الفطور ديالها وكل شيء. المهم بقي يمكن لك تخرجي بنتك مثلا معاك ديرها فيه داكشي اللي كيحتاج، مثلا ليكوش، القريعه د الماء، العصير، المهم اي حاجه كتحتاجيها. يعني كانت بنيتها كبيره ولا صغيره راه تصلح لها. كاين معاها ان تخوس، هانتوما حتى هي بنفس الشكل اللي دايرين هنايا. هانتو شتي كيفاش دايره اسورتي مع هاد الجويب، هذا دروس كبيره فيها التعليقه عاوتاني هنايا. المهم هذا يعني هاد الكارطاب هادي غزاله 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 باش البنيسات تمشي تقرا بيها، تهز لها الادوات كاملين، تهز لها القرعه ديال الماء، تهز لها الساندويتش ديالها الا كانت كتاكل في المدرسه، تهز لها الا كان عندها حوايج ديال الرياضه، تهز لها المهم اي حاجه. وكاينه هادي كتحافظ حتى على البروده الا درتي فيها شي حاجه زعما ما كتخسر لك شيء. ومعها لا تخوس، هادي كلها خديناها ب 25 اورو، المهم قول شي 5400 5600 مغربيه، 5000 ريال ماشي درهم، يعني 280 درهم هكا ولا 270 درهم. مشينا للمغرب عجبتني خديتها، ولكن هنا في الالمان عندهم واحد سيستيم واحد اخر، هاد الشكاره هادي ما تصلح لهاش. انا غادي نوريكم الشكاره اللي خديت لها، اولا الكارطاب ولا المحفظه ولا حسب كل واحد كيفاش كيسميها. الكارطاب اللي كيكتبوها لك يعني في ضمن لا ليست ديال المدرسه، يعني المشتريات اللي خصك تشري لها. ها انتم لا ليست اللي دايرين لها، هذه هي لا ليست. شوف لا ليست كي دايره بعدا مفركسه. المهم دايرين ان تشري لها محفظه تكون صحيه. ها انتم غتشوفوا معايا الكارطاب اللي شريت لها اللي غتقرا بها اللي غتكون عندها رسميه. اما هذه غنخليها لا اما للصفار، اما قلت لكم الا مشات عند الجده ديالها مثلا تبات عندها، اما الا بغات شي نهار تبدل شي شويه حيت هي كتعجبها إلزا بزاف، الا بغات تبدل شي نهار وتمشي بها ما معليش. اما المحفظه اللي خصها تقرا بها اللي طالبينها لها هي هذا الكرتون ديالها، هذه خديتها من الانترنيت. الا كان كيهمكم الامر بالنسبه للناس اللي في الالمان غنخلي لكم السيت اللي خديناها منه، نشوف انا واش كتبين شي حاجه فيها. المهم سيت انترنيت ولا كدير غير شول غانسن، راه معروفين شول غانسن في الانترنيت كيعطيك كاع لي سيت اللي كيبيعوهم واللي اللي مخفضينهم. يلا كاستو انتوما شوف قدها قداش خصها حمال جبدي يا ماما. هانتوما كتجي مغلفة في البلاستيكة مزيان، هانتوما شتي كي دايرة. سمحولي إلا كان شي تخرشيش ولا شي حاجة. هانتوما هادي الشكارة اللي خصها تقرا بيها، اختارينا لها هاد الفراشة هادي تيعجبوها هاديا الفراشات. هنايا باش هما عندهم هنا كلشي سيكوريزي. هادي هاد لابارتي هادي كتشعل الضو في الليل ولا في العشيه ملي كيكون بحال بظلام الحال، الا كانت هزها على ظهرها كنت ماشيه في شانطي هكا باش فاش كيضرب فيها الضو كتشعل، هادي كتشعل الضو باش الناس كيشوفوا بان راه كاين واحد الطفل والواحد الطفله راه ماشي، فهمتي؟ هادي يعني من اجل السلامه ديال الطفل. هادي عاود في الجناب، دايرين هادي في الجناب، ها هي تا هادي، تا هادي من اجل سلامه الطفل، بحال داك لي جيلي اللي كيلبسو مثلا السائق فاش كتوقع مثلا اون بانو ولا شي حاجه وكيوقع في الطريق في الليل كيلبس داك الجيلي كيكون فيه هاد البلاستيك هكا كيشعل الضو في الليل وكيبان ان شي واحد راه في الطريق اون بان. هادي دايرين من جوج جهات ودرنا في الوسط، هي هادي. دونك المحفظه علاش خدينا لهاد المحفظه هادي، شوفوا كيفاش دايره من هنا من الظهر، الظهر مرطبينها بواحد البونج، شوفوا كي دايره هانتوما مرطبينها بواحد البونج خاص باش الطفل ما كيدروش داك الثقل اللي كيكون هز على ظهره، باش كيبقى الظهر ديالو دائما سالم، ماشي كيدوز غير عام التحضيري ما يطلع للثاني حتى كيكون صافي كيتشكى من ظهره. كتلقى الامهات ماشيين داين ولادهم هازين لهم المحافظ ديالهم، يعني كنشوف في المغرب زعما ما شاء الله صافي الطفل كيهز كثر من الحجم ديالو، والكتوبه شحال الكتوبه، المحافظ على قد الحال، ما كيكونش داكشي يعني مصوب مزيان بالنسبه للسلامه ديال الظهر ديال الطفل.
ولكن هنايا واخا غتشري حاجه غاليه ولكن الطفل ديالك يعني كيبقى ماشي مرتاح، ما كيحش بتقل على ظهره، ما كيحش بداك الكتوبه كيدبروه في ظهره ولا شي حاجه. المهم هانتوما معايا كما كتشوفوا معايا هنا مرطبه بزاف، شوفوا البونج اللي مرطبه به هنايا حتى الاسفل المحفظه، ديري لها هنايا هذه كتزاد وتنقص على حسب الحجم ديال الطفل باش ماشي ديرها. هما دايرين حتى هنايا النقصان، ها هو نتوما كما كتشوفوا هنايا، ولكن هذه هنا دايرين باش كتجي هذه على الظهر نيشان على الكتف ديال الطفل، دايرين هنايا باش كتنقص وكتزيد. ها نتوما ودايرين حتى هنايا داك ديال السلامه، ها الا كانت هز هكا على ظهرها حتى من هنا، الا كانت يعني عاطيه للقدام والطوموبيله جايه قدامها حتى هادو كيشعلوا كيبان ان شي حاجه راها جايه. هانتوما شوفوا باش كتهز هادي رطيطبه هادي، يعني واخا تهزها في يديك وتكون ثقيله ما تقصحكش ولا غادي تدبر لك يديك. هنايا في الجنب دايرين واحد الجيب كبير، باردون جيب كبير، يعني هنا يمكن لك دير لها القرعه ديال الماء، يمكن لك تعمر لها، المهم بزاف د الحوايج انت وعلى حسب الاستعمالات. دابا انا براسي مازال ما عارفاش، اول مره غتدخل بنتي للمدرسه مازال ما عارفاش زعما هادشي علاش غتحتاجو. حتى هنا كاين جيب كبير هنا في الوسط كتحل بواحد الطريقه سهله، يلا كدور لها هذه وحتى هذه راه كتشعل الضو هاد البلاصه هذه، يلا كدورها هكا وكتحل كارطه. هنا كدير استعمال الزمن ديالك، هنا عندك شي لاكارت ديال الطوبيس كديرها. هنا نتوما كما كتشوفوا شحال غريقه غريقه بزاف، هذه داكشي اللي كيديروا في وسط الشنطات وداكشي باش ما على حسب الغموليه وداكشي. المهم هنايا مقسومه في الوسط على جوج، كاين عاوتاني هنايا، عاوتاني هنايا شوف جويب هنا دايره خلاص هاد البونج هادي باش مرطبين باش ما تتبقى يعني شاده لافورم ديالها. المهم شنطه تهز لك زعما شحال المكان ديال المكتوبه، وفي الافتتاح ديالها ساهل. ها نتوما فيها بحال واحد الهنده، ملي كتبغي تسدها الله كتوصلها لهنا وهي كتسد بوحديتها. واضح ها نتوما بحال الهنده كتسد بوحديتها. هادي الشنطه شنو كيجي معاها؟ شفتي يا بسمة؟ يلا حلي هادي الصاك باش نشوفو كيفاش كيبان. هذا السويك كيجي معاها عاوتاني، هاد الصاك هذا ديال السبور، هانتوما عندو العلاقات وعندو العلاقة الكبيرة. هذا السبور كتعلقو على كتافك اولا كتهزو من هنايا وخلاص. هنا عاوتاني دايرين هنا جويب، وهنايا دايرين شوف الجيب هنا كيتنفس باش الا درتي مثلا شي سبرديله ولا شي حاجه ولا كانوا عندك فيهم الحوايج العرق هادي. باش نكملو شنو كيجي مع المحفظه، كتجي مع هاد لا تروس هادي، عاوتاني هاد لا تروس خاصه غنحلو هاد السلسله. لا ماما عافاك. هانتوما عرفتي المحفظه شنو هاد لا تروس شنو كيجي فيها، كتجي كومبلي هكا، حنا مادي ما شريناش زعما شي حاجه وعمرناها، هادي كتجي هكا. هانتوما الاقلام الملونه اللي عندهم الراس رقيق واللي عندهم الراس غليظ، مسطره قلم الرصاص منجره وواحد لاكوم. هانتوما كتسد هكا في عاود في كدير استعمال الزمن وكتسد هكا، كتجي معاها واحد البوكس من بواط هادي ديال الفطور، هادي فين كيدير حتى في الفطور ديالو، هو مقسومة على النص على يعني على زوج، جهة كدير فيها الخبز مدهون اما بالجبن ولا بفرو يعني فروماج شوكولات ولا على حسب كل واحد شنو كيبغي ياكل. وهنا دير لها تقدر دير لها ديسير، تقدر ديرها اللي زعما الخضراء قدر، المهم على حسب شنو ولدك ولا بنتك كياكل. ها انتما وجايين كلهم في لون واحد، ها انتما هكا نكونو سالينا هاد الكارطابل هادي.
هاد الكارطه اللي بهادي هي غاليه، حنا دومون ديناها من الانترنت كانت شويه مسولديه، خديناها بداك 80 اورو بحال 16 ولا 17 الف ريال مغربيه. اما جينا دابا هادشي الادوات المدرسيه شنو كتحتاج، يعني بزاف كتحتاج حاجه متخربيقه هنايا، ماشي بحال الدري ديال التحضيري في المغرب كيقمروا حتى هما مساكن من الكتب بالدفاتر، ولكن هادشي هنا ماشي بزاف الدفاتر، ولكن بزاف ديال لي تروك اللي كيحتاجوهم يعني اللي براتيك. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها، غادي نهضر لكم على هادو بحال ملفات هكايا البلاستيك، هادو ما عرفتهمش علاش كيحتاجو. دابا انا بحالي بحالكم عاد غنكتشف من بعد فاش ندخل المدرسه. هادو كاينين بالالوان، ها هما الصفار، هادو اللي غادي تبقى تجمع فيهم يعني داكشي الوراق وداكشي اللي كتصوب صفار. المهم في الالوان الخضار طالبين لهم الوان بزاف، هادي بكيه عاود فيها الحمر الغوز الموف الابيض. المهم هادي بكيه، هنايا نعاود بكيه فيها الدفاتر، الدفاتر اللي هما عاديين هانتوما، هادو هما الدفاتر اللي كيحتاجو هما، ما كيدوش داك الدفاتر اللي قصار، الدفاتر كيكونوا طوال. مسطره ومثلات، وهذا ما هو لا نصف دائره ولا هادشي في شكل ماشي بحال القرايه اللي قرينا حنايا، شتي كي داير بحال المثلث ولكن جاي هو طويل، قلنا مثلث ومسطره طويله. شنو اخر؟ هادو شنو هما؟ هادو باستل، هادو تاهم بحال شي ملونات لي غلاط كيطلقوا الالوان، تاهم فيهم 12. طالبين لهم هذا ما عرفتش، هذا بحال بلوك نوت او ما جوج يا ايش فايس ماما، هادو بلوك نوت عاود جويجات طالبين لهم جوج، يمكن يبقاو ينوطي فيهم شي حاجه ولا معلومات لا الله اعلم. هنايا هذا ملف عاوتاني حتى هي عجبها ديال الزا، ملف هانتوما بحال كلاستور بلاستيك كتجمع فيه الوريقات ديالها. هذا عاوتاني هذا كتاب، هذا ديال الرسم، انت عاونيني ماما شوف، هذا فاطمه هذا كتاب ديال الرسم، شوفوا كبير بزاف، هذا اللي غادي يبقاو يرسموا فيه، خلينا لها بهذا الشكل هذا ديال هاد البانغوا. وهذا حتى هو ديال الرسم، شوفوا الورق ديالو كبار بزاف، راه الحجم كبير، عارف هكا يمكن في التصوير ما كيبانش كبير شحال فيه من ورقه بزاف. خدينا له هاد الشكيله هكا ديال الحيوانات، كتعجبها الحيوانات كتقول لك هي باغي تكون طبيبه ديال الحيوانات. فيه 40 ورقه، هذا ديال الرسم سايشن بلوك، هادو بالنسبه للناس اللي في الالمان اللي باغيين يشريو هادشي كله، خديناه يمكن من كاوفوف لا اعلم رجلي، لان رجلي هو اللي خدا هاد المسائل هادي. هنا طالبين لهم هذا باش غادي يبقاو يلونوا، هانتوما واحد لابواط ديال الالوان، هادي بحال باليت تصلح تكون شي باليت ديال الميك اب، هانتوما شي كيدير فيها كاع اللوينات الصفار الموف الخضر الوج الغوز، المهم اللوينات كاع كاملين الموطاغ الصفار النوار، جاي هكا شكل بحال شكل 8، راه يمكن على حساب عندي الفراش هنا لبنتي في هذا اللون، داكشي باش ما كيبان لكم شي بزاف الاختلاف. هنايا هاد لي بانسو باش غادي تبقى ترسم، هادو الصغار والكبار فينا هما، والكبار ها همايا، راه ما ترسم حتى تولي شعيبيه الله يرحمها. هادو قلنا لي بانسو باش تبقى ترسم معاهم، هاد الكويس هذا يمكن لك ماما تحليه يا كني، واحد الكويس هذاك كويس كتعمرو بالماء، هو اللي غادي يبقاو يخشيو فيه داك لي بانسو كيغمسوهم تما بداك المي، ها هو اللي فاش كيطلق اللون يشيل في ديه واتمال. المهم خلي غير ما بغاش يتحل، هانتوما كويس ها هو الشكل ديالو، هما مصورين ودايرين فيها البانسو من الفوق. هذا فاسا بوكس واتر كونتينر من اللغه الانجليزيه، ندير لماما هذا، هذا دايرينها باش غادي ترسم واحد البلوزه غادي تلبسها
هي اللي غترسم ليها باش هكذا ما غيتسخلهاش الحوايج. هاني كتحل ماما لماما يعني اي حاجه كيفكروا فيها. هانتو معايا هذه بلوزه غادي تلبسها. ها شوفو كي دايره كميمات وهي بحال بحال بلاستيك امبيريميام. ها نتوما كيعاوتاني هذا نونوس ماشي نونوسات زعما بحال تيليفون. ها هما بحال هاد الرسوم اللي دايرين هنايا ديال اليفانت. ها همايا معها هذه يمكن هذه بحال واحد البوشيطه يمكن ملي غتسالي بها تبقى تخشيها هنا باش ما توسخلهاش وما تختلف يعني ما تختلطلهاش مع ديال الناس باش كل واحد كيعرف حوايجو. دونك هنايا غير اقلام هادو ستيلويات هادو بلوتو اللي كيمسحو بهم بحال الا خطاتي فشي حاجه كتبحال الكوريكتور كتصحح بها. هنايا عاوتاني فتخ عاود 12 لواحد. هادي منجارة مع قلم مع هاد القومة. شوفوا القومة كي دايرة القومة دايرة بحال وجع ليفغ كيتفركسو البنيتات على هاد الشي ديال هادو. عاوتاني هادو أقلام ملونة ديال إلزا. هاهو إلزا وأولاف. هانتوما كيما كتشوفي كتحماق على هادشي ديال إلزا وأولاف. هو أولاف اللي كيكون مع إلزا و أنا. هادي منجرة واحدة أخرى فيني هاديك اللي المهم واحد الباكية فيها دي قوم عاود على شكل طوينبيلات في الألوان تاهوما عاود يعني قومات. المهم هادشي الأدوات المدرسية دابا اللي طالبي لها حاليا وان شاء الله نتمنى لها دخول مدرسي موفق لينا ولوليداتكم واللي شراو الادوات بصحتهم ونتمنى لوليداتكم التوفيق واللي مازال ما شراو الله يعينكم على هذا المشتريات. الحقيقه ما كتجيش سهله غير هذا الشيء هذا وراه كيجي غالي. هذه واحد اش نقول لكم نوقفها باش تشوفوها كي دايره. جاي بحال كوني كورني وهذا كله كيتعمر بالحلوه كيتعمر بالحلوه وكتسدو من هنايا. ها هو كيفاش كيتسد. سدي انا جرب من هنا هكاك كيتسد يعني هذا خصك تعمرو لها كله بالحلوه باش النهار ديال الدخول المدرسي كتديه قطه في يديها فرحانه راه داخله المدرسه باش ملي كتسالي كتاكل الحلويات مع راساتها. غير هذا بس ماما شحال خصنا عليه باش نعمروه. راه بابا هاد النهار مشى شرا لها الحلويات وداكشي اللي غادي تحتاج. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو نعمروه. دونك الفيديو ديالنا لحد الساعه راه ساله اللي كيتعلق بالمشتريات المدرسيه راه ساله وغيبقى لنا ان شاء الله نوريكم هذا من بعد لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر كيفاش غنعمر هاد الكوني. هذا هو هنا في الالمان كيتسمى شول توت يعني بحال ميكا ولا شي يعني شي صويك خاص ديال المدرسه شول توت كنعمروه من بالحلويات. ودابا نوريكم الطريقه ويعني وشنو اللي غادي نعمر فيه ويا هذيك غتمشي به المدرسه وان شاء الله الدخول المدرسي دابا نحاولنا نصور لكم فيه ولا ولا قطات. ايوا فيديو ديالنا تسالى هاد النهار نقول لكم نتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم ونكون هذا الفيديو ما طولتوش بزاف ودخول موفق لوليداتنا وليداتكم وليدات جميع المسلمين. ونقول لكم السلام عليكم ما تنساش تابوناو في لا فيديو البليتو في القناه ديالي دوخوني هاد الادوات تابوناو في القناه ديالي وتديروا لايك باش تشجعوني. ولا كيعجبكم هاد النوع ديال هاد الفيديوهات هادو قولوها لي ان شاء الله نعاود ندير لكم فيديوهات بحالهم.